بصالون دو ليفر بتسعة الشهر جرى توقيع كتاب فيليبا دحروج، كتاب تحت عنوان بابا. الكتاب رح فرجيكم اياه على الهواء، لانه كمان مميز فيه انه الكفر هو لا فيليبا يلي هي جرافيك ديزاينر يلي انتقلت، مش انتقلت ولكن كمان عندها هوايه الكتابه يلي الهيئه هوايه مهمه ومقدره مهمه، لحتى دار درغام قرر انه ينشر هالكتاب. نوفو تالون كمان برنامج عند دار درغام بيشجع الشباب والصبايا يلي بيكونوا جداد بالكتابه ليقدروا انه يحققوا احلامهم، او حتى تدفعون وبتدفشون وبتوعون على قدراتهم. اهلا وسهلا فيكم معنا باستوديو فيليبا دحروج، شكرا لوجودك معنا. جرافيك ديزاينر او عم تدرسي جرافيك ديزاين فيليبا بالايوبي، لنشوف كيف اكتشفتي حبك للكتابه. معنا كمان سابين ابي درغام، اهلا وسهلا فيك، المسؤوله عن دار النشر عن اسم النشر بدار درغام. فاذا اهلا وسهلا فيكم، وبالاول قبل ما انت اللي عندك فيليبا ويعني موضوعنا هو كتابك، ولكن كمان دار درغام يلي هالقد مهتمه بالمواهب الجديده، هالقد عم تنبش عليها وعم بتكون في اكتشاف لها وفي تقييم لها قبل ما يكون في نشر لكتابها بالسوق، كمان في شغل عم بيصير. خلينا نحن قررنا كمنشورات دار درغام نأسس منشورات نوفو تالون يلي إذا ترجمناها حرفيا بتقول إنه الموهبة الجديدة. ليش نحن قررنا هيدا الشيء وشو الفرق بين منشورات درغام ومنشورات نوفو تالون؟ هي نوفو تالون بكل بساطة كل شخص حس بفترة معينة، إن كان شاب أو بمرحلة أكبر، حس إنه صار عنده هالفعل الكتابي، عم بحس إنه لازم يكتب بس ما بيعرف كيف يتوجه، ناقصه حدا يوجهه مثل الولد الصغير يلي بيمشي وأمه بتلقطه. فنحن مشان هيك منفتش على هالمواهب الجديدة ومندفعها إنها تنشر كتاب. وكمان الحلو بنوفو تالون إنه ما بيكون في علاقة ناشر مؤلف مثل العادة، يعني نحن بنعطي حرية للمؤلف إنه يتدخل شوي، مثل ما حضرتك قلتي إنه فيليبا دخلت بالكفر، سمحنا لها وطلع شيء كثير حلو. فيليبا أول شيء جرافيك ديزاين عم تدرسيه، يعني أصلا ما توجهتي لأي اختصاص له علاقة بالكتابة، إمتى اكتشفتي إنه أنت بتحبي تكتبي أو إنه أنت قادرة تعملي رواية كاملة متكاملة؟ أنا من كثير زمان بكتب بس ولا مرة كنت كمل الأشياء اللي ببلشها، بس بمرحلة معينة قررت إنه لا بدي أخلص هيدا الشيء وحسيت إنه بقدر خلصه. شو كنت عم تكتبي؟ خواطر؟ عم تكتبي قصص صغيرة؟ شو عم تكتبي؟ حسب، أوقات ببلش قصص معقولة تكمل وتخلص بس ولا مرة كنت خلصها، أوقات بكتب ديزارتيكل، كل مرة كنت أكتب شيء معين، يعني حسب شو بكون شو في براسي، شو بكون عم بحس وهيك. والكتابة باللغة الفرنسية دائماً؟ ليش اللغة الفرنسية؟ برتاح أكثر، بحس إنه الأحاسيس أكثر بقدر أعبر عنها هيك بطريقة أكثر أونات وبرتاح أكثر فيها. أول شيء كيف تعرفتي على النوفو تالون أو على بروجرام درغام؟ أنا قالوا لي أكثر من حدا إنه هن بيقدروا يساعدوا لنوفو تالون، وفي اون بروف لإلي بالمدرسة كمان هي شجعتني إنه فوت أون كونتاكت معهم، ففتت أونلاين وجربت أعمل كونتاكت معهم وبعثت لهم الكتاب تبعي، وبعد بعد فترة معينة هن ردوا علي. مثلا الاتصال ما بلش من السنة، صار له عم ينشغل عليه فترة؟ أكيد، الكتاب بده تحضير، يعني بده كثير تحضير. طيب على أي أساس اختيار الكتب واختيار نوفو تالون مثل فيليبا مثلا؟ فوالا، هو منه اختيار إنه حيلا حدا فيه يكتب، لا أبدا مش هيك، يعني نحن كمان في لجنة قراءة لازم تكون مقتنعة، بس حاسة إنه معقول بعد إنه يعني عايز هالدفشة الصغيرة هالتوعية الصغيرة على عالم الكتب. يعني كم شخص بيتقدم لعندكم ب نحن بيتقدم كثير خلال السنة، بس نحن هلا أخذنا قرار إنه نقدر من كل هالاختيارات ننقي اثنين، وبكل صالون دو ليفر بننزل مع دو بيبليكاسيون لا نوفو تالون. مثلا عندنا شخص كان كبير هالسنة، كان بلوز اوموان يعني هي بالدومين تبع الكرياسيون ارتستيك، وفي كمان شباب، يعني بنجرب قد ما كان يكون في شباب اللي هن شوي، ولكن النوفو تالون مش جون تالون، يعني المهم انه الموهبه ما كان مكتشفها قبل او ما كان عم يعبر عنها قبل، فيه يكون بمسيره ثانيه ما خصه بعالم الكتابه، حب فجاه انه يكتب وحسينا انه فيه يكمل.
هي هي. هلا مضيت كتابك فيليبا، رح نحكي عن قصته كمان وعن تفاصيله ورح يصير بالسوق. انا بتوقع انه يكون في عنده نجاح. معقول هالشيء خليك تغيري فكرك عن الجرافيك ديزاين؟ لا، لانه شغلتين مختلفين، يعني اثنيناتهم بحبهم كثير وانه بدي ضلني بالشغلتين اعملهم سوا. حلو. خلينا نحكي عن بابا. لما قررت انه تعملي هالقصه، اول شيء دار درغام دفشك هالدفشه اللي عم تحكي عنها سابين؟ يعني حسيت انت حالك انه هون اكثر مستعده او اكثر في حافز انك تعملي هالكتاب وتخلصيه؟ هي انا كنت مخلصته قبل، بس هي كمان ساعدني انه يصير اكثر عندي ثقه بحالي انه بقدر انا اكتب وكمل بعدين اكتب اشياء جديده وهيك. لانه مهما كانت الافكار اللي بنحطها على الورقه حلوه ومهمه لنا، مش دائما عندنا الشجاعه انه نظهرها للناس او نحطها بكتاب وعرف المكتبه. يعني وهو كمان يعني راح اجينا نحن الكتاب ودرسته اللجنه، واذا بتتذكري فيليبا رجعنا بعثنا لي وقلنا لها عدلي كم شغله وعملتهم بشكل فظيع. يعني كان بس اول شيء رسائل قلنا لها لا زيد شويه مقاطع عن دي باساج نراتيف، وهيك صار. وفريمون فيليبا تأيدت وطلع شيء حلو وتكونت القصة. شو هي القصة؟ أول شيء فهمنا إنه بابا مش قصتك، مش قصتك الشخصية، صح، قصة كاركتر فيكتيف ما بتعرفيه ولكن تخيلتي، صح. فبالأول بدك تعرفي هالكاركتر يلي فقد بيه، يلي بيفقد البي، تفاعله مع الأشياء هي نتيجة باك جراوند كثير طويل. يعني كل حياته، صح، نتيجة كل حياته بيقدر يتفاعل مع هالشيء. بس أنت هالكاركتر منين اخترعتي؟ يعني هو شخص عم يخبر عن كيف بيتخطى مرحلة موت بيو وكيف ببلش يعيش هيدي المرحلة. فلأنه هيدي منا قصتي ومنا مقلع علاقة فيي، كنت حابة بطريقة أن أعبر عن مشاعري، ما ضروري تكون مشاعر مرتبطة بهيدا الموضوع، بس حسيت أنه بقدر أخلق شخص غير بسيتياسيون غير، وجرب أنه أجمع الاثنين وخبر أنا شو اللي عبالي أقوله. بس هيدا مش أنت، هيدا شخص تاني، صح، عنده البسيكولوجي تبعيته، عنده الباك جراوند تبعه. فأنت خلقتي كل هالشخصية قبل ما تكتبي الكتاب، قبل حد ما تبلشي أول كلمة من الكتاب، يعني براسك موجود هالشخص؟ صح. يعني هو ما في بالاول، لانه اذا بتشوف بتلاحظي بالكتاب ما في شخص معين، انه ما في اسم لهيدا الشخص، حتى اسمك عم نبش على اسمك قبل شوي، هو ما في اسم، لانه ما بيهمنا الشخص مين هو، اللي كان بيهمنا اكثر هي طريقه التفكير وشو هو بيكون في براسه اكثر. فبلشت بالاول عم خبر عن مشاعر وهيك، لبعدين بلشت شوي شوي كون الشخصيه وزيد الافكار عليها لحتى اعمل الباك جراوند تبعه، اعرف اكثر عن وين كان عايش ومين كان وشو عم يعمل وهيك. مع الوقت يعني كمان بترجع بتجي هالاشياء. قد ايه ضلتك وقت عم تكتبي هالكتاب؟ هو اخذ معك حوالي السنه، بس بمرحله معينه كنت كثير عم بكتب مقطش، بعدين في فتره كتبته ورا بعده. سابين، الموضوع بياثر على قرار اللجنه بدرغام؟ اكيد، والنضوج يلي بالموضوع بياثر كثير على القرار. يعني نحن اوقات صعي انه فيليبا عمرها بس 19 سنه، بس انا بعرض الكتاب للجنه القراءه ما بقول لهم مين كاتبه، فكتير تفاجئوا وقت شافوا انه فيليبا عمرها بس 19 سنه، وهذا الشيء اثر كثير، لانه في نضوج، في مشاعر عن الكآبه مش حيلا شخص معقول يكتبه، وفيليبا قدرت تعمل هذا الشيء. فيليبا هاللغه السهله بس يعني مبين انه متمكنه، منين عندك اياها؟ انا بقرا كثير. وثاني شيء ما بدي، الهدف تبعي كان انه الشغله تكون كثير سوفيستيكي او قد بيكون التكست، لدرجه انه الواحد بيصير حاسس حاله عم يقرا شغله بده وقت لحتى يفهمها. هون كنت عم شوف شوي، يعني ما لحقت شوف كثير، ولكن واضح انه الجمله كثير ماكنه، ولكن الاسلوب كثير لطيف، كثير قريب. هي انا اكثر شيء ركزت على الاسلوب اللي انه يكون اونيت، يكون فيه عن جد عم بيعمل تعبير عن المشاعر اللي عم يحسها هيدا الشخص، اكثر من انه كيف الجمله تكون هي انه مركبه بطريقه كثير مفلسفه وهيك. مين هو الشخص اللي عم تحكي عنه بالنهايه؟ يعني شو الباك جراوند تبعه؟ هو كل شخص، كل انسان موجود على الارض، لانه كل انسان عنده هيدي المشاعر وبحاجه بمرحله يعبر عنها، بس ما حدا عم يقدر يعبر عنها بطريقه ببليك. فهيدي انا حاولت اعبر عنها على الورق، لانه حسيت هيدا الشيء اقرب شيء الي، فكلنا عنا هيك اشياء جواتنا ومش الكل عم يقدر يحكي عنها. احب اسالك عن الكفر، رح ارجع افرجيه، ليش اخترتي هالكفر انت كجرافيك ديزاينر، فينا نقول او على الطريق؟ اخترت شو بيعني؟ الستيل
تيبوغرافيك لحتى اقدر اجمع الافكار كلها، لانه كله هي بالنهايه بيزد اون ووردز. سو كمان استعملت الكلمات لحتى هي تكون هيدي الجاكيت اللي هي متروكه وما في شيء يعني معلقه او متروكه وخلص وفل الشخص اللي كان لبسها. فهي الابسنس تبع هيدا البي اللي كان موجود، وكمان هي بتبين قد ايه العلاقه بين البي والابن اللي كمان كانوا بحبوا كثير بعض من وراء الكولور بريمير اللي استعملته، لانه هو الاساس تبع حياته وكل شيء، بس هو كمان اون فيت بطل موجود البي، ولكن الاساس بعده موجود. صح. ما بروح لمطرح. سابين، كمان باختياركم لكتب من هالنوع، اللغه طبعا كثير مهمه ولازم تكون متمكنه وبتلعب دور كثير مهم، ولكن انتم اللغه الفرنسيه بالنسبه لكم هي المطلوبه؟ نحن بلشنا هيك، بلشنا باللغه الفرنسيه، كنا دي زيديتور ليباني بس دو لونغ فرانكوفون، بس هلا صرنا فاتحين مجال للعربي وللانجليزي. يعني بركي ما في نوفو تالون بالعربي، بس كمان فينا نخلقها، ليش لا؟ يعني نحن منفتحين لكل المواضيع، وبيهمنا كثير انه نشجع، انه نوعي هالشباب وهالصبايا انه فيهم يكتبوا ومعقول يكتبوا. ولارجع بس للاسلوب، نحن الاسلوب كثير بهمنا انه يكون سهل، والكتاب كثير بهمنا انه يكون صغير، لانه هلا مثل ما شفتي ما بقى في كثير ناس عندها وقت تقرا، وما بقى في ناس حاطه ديكسيونير حدها وبدها تقرا، فكمان هيدا الشيء مهم بالنسبه لنا. بس فيليبا يعني مش مقصره، مرأة كم ايه بالفوكابولير، يعني مرأة كم كلمه كثير رحلين، لا في مستوى كمان والمستوى عالي، ولكن الحلو انه بالباراجراف قدرت تفهمي شو الكلمة يلي يمكن بتكون مرقت عليك وما قدرت فهمتي هالقد الأسلوب يعني سهل هيك وحلو. فيليبا، هالكتاب هو القصة اللي إذا اخترتيها لحتى لي تقدمي حالك، إذا فينا نقول للناس ككاتبة، أكيد في عندك قصص تانية بتكون عبالك أنه تقدميها بنفس الإطار هالبسيكولوجي تبقول الناس الإنسان كتير بتهمك؟ ايه اكثر شيء عاده بركز على هيدي الاشياء، بحب فرجي الاشياء اللي عاده العالم ما بتشوفها، فبجرب انه فوت بداخل الانسان وجرب افهم، لانه وقت اخلي الليكتور هو يفهم شو اللي عم يقري كمان بحس انه انا اللي عم بفهم شو اللي عم يصير بجواتي وجوات الانسان اون جينيرال. ومثل ما عم فهمت من سابين انه بالاساس هالكتاب كان رسائل من هالشاب يلي عمره 30 سنه، صحيح؟ لا بيو، يعني شاب 30 سنه يعني في نضوج معين، مش ولد خسر بيو، رجال خسر بيو، كانت مجموعه رسائل. فاذا ما راح تكون كثير اللغه منمقه وفيها كثير يعني ابستراكسيون، راح يكون اكثر في واقعيه بالاشياء. صح، يعني هي الفكرة انه هيدا الشخص ما عم يجرب بس يعمل كوميونيكاسيون مع بيو لانه بيو مات، فهي كان الهدف انه مثل عم يوصل مساج انه انا هيك عم بحس، انا هيك عم يصير فيي، ومش هي الاساس شو اللي عم يصير معه بحياته كيوميات، بس اكثر كشو عم يصير داخله وشو هو بتفكيره. سابين، عم تقولي انه صار يعني ممكن انه يكون في نوفو تالون بالانجليزي او حتى بالعربي، بلكي اكيد في نوفو تالون بالعربي، يعني أكيد. كيف نوفو تالون؟ يعني انه كتب يمكن يحيب الجوارير ما فيها الشجاعه لانه نقدمها للناس، فيها الخوف انه انا ماني كاتب، انا ماني دارس لغه، انا كيف يعني بدي اصير كاتب؟ فهي هي الدفشه اللي نحن بنقدمها، لا انت فيك تكون، لحتى اذا حتى لو عمرك 16، حتى لو عمرك 40، معقول ايه معقول تفوت بهذا العالم، ليش لا؟ وبالعكس هذا العالم حلو وبيخلي الناس تفكر وتكتب، لانه بالكتابه في تفكير، بركي بنفكر اكثر احسن. الاديسيون نوفو تالون قد ايه صار لها؟ صار لها من 2009. من 2009 لهلا كم كتاب صرتوا ناشرين؟ صرنا ناشرين بس 2، وهالسنه نشرنا 2 لانه حبينا نكمل بهيدي المسيره، يعني نحن بال 2009 نشرنا كتابين وكان اوكي كانوا موجودين هالكتابين وما رجعنا حركناها، فهلا نحن بهيدا الصالون حبينا نرجع نحركها، واخذين قرار مع اللجنه انه كل سنه ان الله راد كتابين نوفو تالون لازم يبينوا. على سالون دو ليفر؟ على سالون دو ليفر. شو متوقع على كتابك فيليبا؟ يعني انه حابه انه كثير عالم يوصلون هذا الكتاب، ومش بس انه بس يجيبوه لانه جابوه، بس لانه كمان لازم يقروه، وبركي انه العالم بتصير اكثر يعني بتقدر تعبر عن مشاعرها بطريقه واضحه، لانه هذا شوي الهدف انه يصير في هيك انه مثل راحه، انه ما بقى يكون الواحد متضايق ومكبوت ويقدر يعبر مرتاح. يعني الافكار يلي انت حطيتيها بهالكتاب هي افكار حقيقيه ومشاعر
حقيقية، ولو كان الشخص منه أنت صح. وهو شخص يعني خيالي، ولكن عبالك أنه توصل الفكرة. ليش؟ يعرفوا الأشخاص أنه في ناس بيفهموا عليهم وبيحسوا معهم بالصعوبات اللي بيكونوا عم يمرقوا فيها. مزبوط، ومش بس أنه في عالم بتحس معهم وبتتفهمهم، بس كمان أنه في عالم عم تتضايق كتير بالرغم من انه بتبين انه هي ما بها شيء، بس كمان في كثير اشياء جوات الانسان ما عم يقدر يعبر عنها، فكمان هول الاشخاص لازم يحسوا انه هن بحاجه انه يعبروا، ما لازم يضلوا كابتين جوا. شو راي حول اللي حولك فيليبا بالكاتبه الجديده؟ كلهم كثير مبسوطين. كان في تشجيع من قبل لانك تكوني عم تنشري كتاب؟ دائما اهلي كثير بيشجعوني انه مش بس اكتب واتركه على جنب، انه كمان اجرب اعمل ستيب لقدام لحتى انه اقدر اوصل المساج اكثر وهيك. بس برضه فيها يعني ريسك انه فيه ينزل كتاب على السوق وما ياخذ السكسي المطلوب. انه اكيد كل شيء فيه ريسك، بس انه لازم اجرب كنت لحتى اعرف حالي اذا بقدر اكمل بعدين فيها ولا لا. هل يعني انتم كدار نشر، هل كتاب ينزل على السوق ينشرق او ما ينشرق، ينقرا او ما ينقرا، بيأثر على قيمه الكتاب؟ بيقول شيء عن قيمه الكتاب او عن اهميته؟ لا مش ضروري، يعني في خاصه هون في شق الماركتينج اللي هو كثير مهم، انه هذا الكتاب لازم ينعرض، هي اول شغله، لانه فيه يلفت كيف بده يلفت اذا ما انعرض. فلازم ينعرض اول شيء، وما بيأثر، لان في كتب بتكون مثلا ريشيرش طويله عريضه كثير مهمه، بس معقول ما تشد ولا بيبليك، ومعقول الكتاب يكون بالعكس، يعني مثل هلا عن السوجي الكبار، عن السوجي اللي كثير متداولين مثل الدراغ والترافيك وكل هول يلي بتشوف الناس راكده عليها، فما كثير هيدا بيأثر. في يعني مواضيع تبقى ترندي، تبقى هيدي هي موضة، يمكن بحاجة أكيد الناس يسمعوا عنها ولازم ينحكى عنها، ولكن بتبقى كتير أخذ كل الأضواء بالوقت اللي في مشاعر تانية وفي مشاكل تانية وفي صعوبات تانية بحياتنا اليومية، مهم أنه كتير نكون كمان عم نلقي عليها الضوء. أهلا وسهلا فيك فيليبا دحروج. بابا إذن وين منلاقيها؟ بكل المكتبات، خاصة أنطوان، البرج وفيرجن. أهلا وسهلا فيك، نتمنى لك كل التوفيق. مشاهدينا وقفة هلأ ومش عم تابع.